ورمان. وأرحب بفضيلة الدكتور الحاج محمد الفيد، أستاذ باحث متخصص في التغذية والزراعة. مرحبا بكم دكتور. أهلا وسهلا، مرحبا. طبعا محمد الفايد الذي سيجيب عن كل تساؤلاتكم بإذن الله في هذه الحلقة. مستمعي الكرام، اخترنا أو سوف نتم الحديث في هذه الحلقة عن تغذية الطفل لما له من أهمية بالغة. تحدثنا في الحلقة الماضية عن العديد من الجوانب السليمة لغذاء أطفالنا سواء في مرحلة الرضاعة أو سنوات المدرسة. هناك الطفل المراهق، وهذه المرحلة تعتبر مهمة جدا بالنسبة للتغذية. فالطفل المراهق يجب أن يتبع نظاما غذائيا معينا حتى يستفيد جسمه من كل المواد التي يتناولها، لأن جسمه يكون في مرحلة بناء ويحتاج غذاء صحيا متوازنا يزوده بالطاقة اللازمة لضمان صحة جيدة. للمشاركة في البرنامج مستمعي الكرام، يمكنكم الاتصال على الأرقام الهاتفية التالية 05-37-66-26-17 أو 05-37-68-51-00. دكتور محمد الفيد، كيف يمكن اتباع نظام غذائي جيد لأطفالنا الذين يتابعون دراستهم خصوصا المراهقين منهم؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الطور أو طور المراهقة هو الطور الذي تتجمع فيه أو تتكون فيه شخصية الطفل، وتكون حالة الطفل النفسية يعني أقوى من حالته الجسمانية. فنلاحظ هذا يعني أكبر تحول أو أقوى تحول عند الطفل في هذه الأعمار، ولا يمكن أن نحددها، لأن الإسلام لا يحدد عمر معين، ولكن يحدد الحالة التي يبلغ لها هذا الجسم. ولذلك حتى الأطوار التي جاءت في القرآن هي لم تأتي بالأعوام أو بالسنوات، أما الأشياء التي جاءت في القانون الوضعي هي جاءت بالسنوات وبالأعوام، وهذا خطأ كبير جدا. أن القرآن يتكلم عن الرشد، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، وكذلك يتكلم عن الصبي أو الفتى أو شيء، لكن لا يتكلم عن حتى الأطوار. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا. هذه الأطوار التي يتكلم عليها القرآن هي الأشد، ويعني نلاحظ أن القرآن شمل الطفل حتى الأشد. لماذا؟ لأن يقدر الأشد هو 40 سنة، لأن القرآن يتكلم عن ما بلغ أشده استواك، ما بلغ أشده ما بلغ 40 سنة. يعني القرآن حدد في آية أن 40 سنة تقريبا هي الأشد، ولذلك كل الأنبياء، جل الأنبياء حتى الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت الرسالة لما بلغ الأشد، كذلك سيدنا موسى 40 سنة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء الوحي لما بلغ 40 سنة، لأنه هو هذا السن للأربعين، والسن نضج الذي لا يمكن كي تقل أخطاء كي يولي القرار كي يتخذ بواحد الطريقة جيد. من الناحية العلمية أو الفيزيولوجية، لاحظ أن هذا العمر الذي يتكلم فيه إشارة، ما أننا هذه الأعمار طبعا يجب أن كما تكلمنا في الحلقة السابقة يجب أن نتكلم مع الطفل، ويعني ولو أن هذا الطفل يعني لا يميز ولا يعلم، ولكن نتكلم معه. لماذا؟ لأن هذا الكلام سيبرمجه، يعني سيسجله في ذهني. لا أقول هذا الطفل لا يعلم شيئا فلا أقول له شيئا، لا، هذا خطأ. نتكلم معه ويجلس هذا الطفل وتكلم معه. هي أحسن شيء في الأطوار ديال الطفل اللي تكلمنا عليه في الحلقة السابقة هي التعلم بالحفظ الشفوي. الطفل ما يكتبش، الشفوي فقط كيتعلم الحفظ. علاش؟ لأنك تعلمه يسمع، كيتعلم يسمع، وكيتعلم يركز، وكيتعلم يستوعب. هذه 3 أشياء. ثم هذه المراهقة عند الأطفال هي تمشي تقريبا من 14 سنة حتى 18، كي اللي كتعطل كي اللي كتجي قبل. في هذا السن كيبدأ واحد التحويل، التحول على مستوى الجسم، كيبدأ عند الذكور هذاك التدي ديالو كينتفخ شوية، لأن هنا من بعد عاود كيرجع
وإلى ما رجعش يعني خصو يشوف طبيب. ولكن يعني هذه أمراض أشياء كتظهر على الطفل، ثم كيبدا الشعر ديال الوجه يبان عند هاد الأطفال هادو، كاين اللي كيتعطل، كاين اللي كيجي الشعر كيبان على 16 17، كاين اللي ما كيبان عنده الشعر ديال الوجه ديال اللحية حتى 20 21. ما يتخلعوش الناس يعني ما يتخلعوش، ولا أشياء حتى طبيعية. الأطفال مثلا اللي كيوقف، كاين الطفل اللي كيوقف على 3، كاين اللي على عامين، كاين اللي على 24 عاد يوقف، ما يتخلعوش الناس على الأطفال ديالهم. خص يعرفوا بأن راه هذاك الطفل ماشي آلة يعني خصو يوقف على عام ونص ولا على، ماشي آلة، هذاك مخلوق الله سبحانه وتعالى خلقه هكذا. ويعني هذا المراهقة عند البنيات، كاين بنيات الآن ولو كيبلغوا بكري كيوصلوا لواحد السن ديال 9 سنوات 10 تسع سنوات 10 سنوات، وهذا الأطباء يعني كيخافوا منه شوية، لأن قد ما بلغت البنية في سن مبكرة قد ما كتكون معرضة لسرطان الثدي، خصوص في الأعمار اللي ديال المينوبوز. وقد ما تعطلت يعني كلما يعني تعطلت على هذا البلوغ حتى ل 14 سنة يكون أحسن، ولكن قليل دابا البنيات اللي كيبلغوا 14، كاين قليل جدا. هي من الأحسن البنية ما تبلغ حتى هذا، العلامة ديال البلوغ عند البنية هي دم الحيض، وعند الأطفال طبعا هي الاستحلام أو ظهور هذه العلامات اللي يعني كنسميوها حنا الخلايا حتى الصوت الثانوية. ديالهم كيتغير. الصوت كيتبدل، يعني ماشي غير الصوت، كل شيء كيتبدل، فعلا التفكير ديالو تيتبدل، الشخصية ديالو كتبدل، الكلام ديالو كيتبدل، يعني فعلا كل شيء كيتبدل. ولذلك إذا كانت التربية تتعود الطفل على واحد التربية في هذا السن قبل المراهقة، هذاك الشيء اللي تكلمت في الحلقة السابقة، أن الناس يشدوا الأطفال ديالهم، لأن لو خلاوه في الشارع لمدة 6 ساعات فهذا خطر، ثم يبدأ يحاسب الطفل، ماشي يضربه، يحاسبه، يقول له فين كنتي؟ مع من كنتي؟ أشنو درتي؟ أشنو من شريتي؟ ترافق. هاد الفلوس اللي عطيتك شريتي بها؟ من الأحسن ما يعطيش فلوس، من الأحسن ما ياخذش الطفل، ما يعرفش فلوس الطفل، من الأحسن، لأن الطفل الفلوس عنده هي تساوي شراء أي شيء، شراء أي شيء. فهذا من جهة، من جهة أخرى نلاحظ أن هذا السن كيبدأ شوية الجسم ديالو كيتدهور، لأن ما كيفقد الشهية، كيولي كيفكر في أشياء، النوم ديالو كيولي متضارب، أشياء هكذا. فالتغذية ديالو خاصها تكون مركزة، وخاص يكون فيها بعض المكونات، خصوص المكونات اللي كتعطي صلابة للجسم، يكون جيد، هي الأملاح المعدنية والفيتامينات، يكون بحال البروتينات طبعا، لأن البروتينات هي اللي كنتكلموا على التكوين أو تشكل الجسم، ولا يكون إلا البنيات ديال الجسم هي كلها بروتينات، إلا بعد الدهون بحال الفوسفوليبيدات طبعا اللي كتكون في جميع الخلايا. ولذلك عامل هذه الأملاح المعدنية والفيتامينات بالنسبة للأطفال اللي كي تكلمنا في الحلقه السابقه، انا ما خصهمش كثروا من الحلويات والمقليات، علاش؟ ما يكونش عندهم توتر عصبي، ما يكونش عندهم واحد حركه زائده هايبر اكتيفيتي، وما يكونش طبعا عندهم عدم تركيز ولا نسيان. اللي كيوصلوا في هذا السن ديال المراهقه كيدخلوا جيد، علاش؟ الاعراض كما اللي عند الولد عند الولد، واللي عند البنت عند البنت. لان هاد البنيات اللي كيبلغوا مبكر كاين النظام الغذائي ديالهم فيه هرمونات، والنظام الغذائي ديالهم ملخبط، ليس نظام ديال المنزل. ثم الحاله النفسيه كذلك، لان الطفله الحاله النفسيه ديال الطفله كتولي تسمع كلام من امها ولا من البنيات اللي معها ولا من حولها، كتولي تسمع كلام كيتكلموا على جينز، كيتكلموا على اشياء اخرى، فهاد البنيه هذه بطا عليها يعني كتسرع، تبدا تسرع، كتولي عندها الحاله النفسيه ديالها مضطربه. وطبعا اللي كتضطرب هذه الحاله النفسيه ديالها فيها من العوامل الخارجيه النفسيه اللي كتخليو هذه البنت، يعني رغم ان العامل الهرموني هو عامل اساسي، اولا اما هرمونات كيكونوا في النظام الغذائي، هرمونات بطريقه غير مباشره، واما او محفزات الهرمونات، حيت كاين بعض المواد اللي كتحفز الهرمونات، اللي منهم اليود، اللي منهم اشياء اخرى اللي كتزيد تشعل هاد الهرمونات، فكيولوا هاد البنيات هادو كيبلغوا بسرعه، يعني 8 سنوات و 9 سنوات، وهذه خطير شويه. يعني التغذيه مساهمه في ذلك؟ اكيد اكيد، نعم. نمط العيش والحاله النفسيه اكيد مساعد، لان كنلاحظوا على ان في المدينه البنات كيبلغوا في سن مبكر، وفي الباديه لا، في الباديه الاطفال البنيات مازال حتى 13 14 سنه عاد كيبلغوا، وكثر واكثر، كاين بنيات حتى 15 16 عاد كيبلغوا. هذا كيبين على ان هذه، فمن الاحسن من الاحسن ملي كتبلغ الطفله في هذا السن ديال المراهقه اللي كتكون عندها الهرمونات مشتعله، ان تكون نباتيه ما امكن، تكون نباتيه ما امكن، يعني تقلل شويه من الالبان، من مشتقات الحليب، وتقلل شويه من اللحوم، وعندها بالعكس هي عندها سمك جيد، وعندها الخضر والفواكه، طبعا الفواكه الجافه، الفواكه الجافه مزيانه لهذا العمر هذا ديال سن المراهقه، مزيان ليه القطاني والفواكه الجافه. لماذا؟ لان فواكه جافه كيكون فيها بحال التمر، كتكون فيه فيتامين ب واليود،
مع الكالسيوم والحديد، هذوك يهدئوا الاعصاب، فيه الياف جيده، سكريات طبعا غادي ياخذها الجسم. كنلاحظوا على ان اللوز والقرقاع وهاد الفواكه الاخرى كيكون فيها حمض الاوميغا 3 وفيها تاهي كالسيوم فوسفور، وحمض المانغانيز مع المغنيسيوم فيها حمض الاوميغا 3. حمض الاوميغا 3 جيد لهذا العمر، خصهم يتناولوا حمض الاوميغا 3 بكثره لانه كيسخن الجسم، جيد للبنيات وجيد كذلك للاطفال. حمض الاوميغا 3 اللي كاين في المكونات اللي هي القرقاع، الزنجلان، واللوز البلدي، وزرعة الكتان، شويه في حبر شاد. وكاين سمك، الى الاطفال كانوا ياكلوا سمك في هذا العمر ما يوقع لهم والو، ما يوقعش لهم خلل، يوقع اي نقص. الاوميغا 3 زائد تريبتوفان، لكان حمض التريبتوفان في التغذيه ديالهم، بحال حمض التريبتوفان كيكون في السمك، كيكون في القرعه الحمراء، كيكون في القطاني، كيكون في البيض البلدي مع الدجاج البلدي. هذا حمض التريبتوفان كيزيد يساعد، لانه هو اللي كيعطي السيروتونين. السيروتونين طبعا اللي هو هرمون المزاج، اللي هو اللي كيضبط الاعصاب في هذا السن هذا، لان كيكون الاعصاب ديالهم مضطربه جدا، لان الهرمونات كتكون مشتعله، وكتكون البنيه ولا هذا تتولي تحدى والديها، ولا كتولي تحدى امها، ولا وكذلك الطفل كيولي يعمل داك الشيء اللي في راسه كما كنقولوا. يعني هنا خصهم يعرفوا بان هذاك الشخص راه خارج الاراده ديالو، كاين اشياء ربما داخليه او خارجيه، ولكن هو لا يعملها هكذا بمحض ارادته، هكذا هو كيولي يخضع لهذه الاشياء هذه. نعم. وكيولي سريع الانفعال. طبعا لان الهرمونات، ملي كيكونوا الهرمونات مشتعلين هذاك السيستيم اندوكرينيان، والهرمونات كيكونوا بداو كي التستوستيرون على الخصوص، لان التستوستيرون هي هرمون قوي عند الذكور، عند الذكور، وكذلك حتى الاش والال تي اش عند هذا، يعني عندهم علاقه كذلك مع الهرمونات ديال الغده الدرقيه، وعندهم مع ديال الغدد الصماء. هنا كيولي هذا العمر كيخصو الاوميغا 3 اللي تكلمنا عليه، كيخصو حمض التريبتوفان. وهذا الاوميغا 3 فين موجوده يعني بكثره؟ نعم. باش يتناولوها في كثره، هي اللي تكلمنا على اللائحه ديالها، هي اللي في القرقاع، هي اللي في اللوز، هي اللي في زرعه الكتان، هي اللي في السمك، هي اللي هذه موجوده عاليا. لا كانوا الناس ياكلوا الاسماك بكثره، خصوصا زرعه الكتان. يعني احنا في الباديه كانوا كيعطيونا، كنا كناكلوا زرعه الكتان، لان المنطقه اللي كنت انا فيها كانوا كيحرتوا هذه زرعه الكتان، وكنا كناكلوها بكثره. هذا من جهه. من جهه اخرى كنلاحظوا على ان هذا العمر هذا الى مشى حتى كثر من الحلويات والمقليات، وهو ما عندوش الشهيه، لان عنده هذا النظام الهرموني ديالو كيتغير. الى كثر من هذه المواد هذو كتظهر عنده امراض بسرعه. نعم. لان دابا الانيميا، كتكون البنيه ديالو ضعيفه، وضعف الوزن. نعم. هذا النقصان في الوزن. نعم. وهشاشه العظام. نعم. وعدم النوم. نعم. وهذه الاشياء كنلاحظوها على ان في هذا السن ديال المراهقه تكون بكثره، يعني بكثره فعلا. حتى الان حاليا بعض انواع السرطانات ولات كتجي في هذا السن هذا. نعم. فهذا كاين سرطانات الآلي ظاهره في هذه الاعمار. نعم. اذا دكتور الا سمحتي غادي نقطعك وناخذ اول مكالمه في هذا اللقاء. الو، السلام عليكم. الو، السلام عليكم. السلام عليكم، مساء الخير. السلام عليكم. نور، دايرين بخير؟ لاباس، الله يبارك فيك. لطيفة، دكتور سعيد. اهلا. اسم كريم. السيدة فاطمة من مدينة الدار البيضاء. اهلا. السيدة فاطمة من الدار البيضاء، هذه صديقة البرنامج. شكرا. نعم. شكرا شكرا. بالنسبة لطعام الأطفال أو المراهقين أو التغذية السليمة، كيفاش نعلموا أولادنا الطعام الصحي اللي تناكلوا حنا استمرار عليه حتى يكبروا وما يطالبوا بداك الأكل؟ نعم. وما هي مصادر فيتامين دي؟ نعم. باش يحصلوا عليها في الاكل. دابا هما تيبغيوش ياكلوا السردين، الشرن. نعم. وما تيبغيوش ياكلوه. نعم. نعم. ما هي الطرق الايجابيه باش نساعدوهم على التغلب على الملل من الاكل البيتي؟ نعم. تيبغيوش يقول لك خصنا نخرجوا برا، خصنا ناكلوا برا. نعم. 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 الوجبات السريعه. الوجبات السريعه. نعم. كذلك هناك بعض الابناء تتوقع لهم مشاكل في المدرسه. نعم. من بعد تيتصابوا بالخوف، تظهر عليهم اعراض كالقيء. نعم. تيعرفوا على الاكل، ما تعرفوش يعني مشكل يلقى في المدرسه، يعني مشاجره او مشاده مع استاذ او شي حاجه. نعم. او مشكل عاطفي. نعم. تكتفي فقط بالمثليات المصنعه. نعم. تضطر بصحتهم، كيفاش نتجاوزوا هذا المشكل؟ نعم. تيبقاو ياكلوا غير العصائر، ياكلوا غير ذاك البيسكوي وذاك الشيء، مثليات. نعم. مصنعه. كذلك ما هو الاكل المناسب باش نحسنوا القدرات ديالهم الدراسيه، باش يبقاو يحفظوا. نعم. يعني كيفاش يستوعبوا القرايه. نعم. وكذلك هما تياكلوا دابا اكثريه تيبقاو في المدرسه نهار كامل. ما هي الوجبه الرابعه؟ غادي يضطروا ياكلوا وجبه رابعه في البيت. فعلا. الوجبه الرابعه شنو تكون المكونات ديالها؟ نعم. شكرا. اذا شكرا السيده فاطمه من الدار البيضاء على هذه الاسئله الجيده. طبعا نعم.
هذه الأشياء اللي كنت أتكلم عليها هي عندها انعكاس على التحصيل الدراسي. يعني. لماذا؟ لأن هذه المكونات ديال الحلويات والمقليات هي مكونات طبعا تنقص من مش من من الذكاء، من البرمجة. يعني الطفل ما كيبقاش يعقل، مثلا كيقرا واحد الدرس كيفهمه مزيان مع الصباح مع العشرة ولا مع الثمانية، في العشية ملي كتسأل الطفل كتقول له شنو قريته الصباح، كيبقى يشوف كيعقلش حتى على عنوان الدرس. هنا كاين مشكل. نعم لماذا؟ لكم هذه عوامل. فخلي يعني التحصيل نتكلم عليه فيما بعد ان شاء نعم الله. فيما بعد البدايه من نقطه مهمه جدا، هو عامل الجماعه اللي في جروب. نعم هذا عامل الجماعه. ما نفسروه بعد شنو؟ انا الطفل ما كيكونش ياكل العدس في الدار، فعلا ملي كيمشي للمدرسه كيلقى الاطفال ياكلوا العدس، كياكل العدس. نعم ولا ما كيكونش مثلا ياكلوا العجائن، نعم هادو المقارونيه ولا شيء، ملي كيمشي للمدرسه يلقاهم كيشوف الاطفال كياكلوا كياكلوا المقارونيه كياكلها. ياكل. هذا كنسموه حنا عامل الجماعه اللي في جروب. فعلا. وعامل الجماعه الان ولا في الازقه، يعني الطفل كيمشي كما قالت السيده جزاها الله خيرا، ان مابقاش كيكتفي بالاكل ديال الدار، خصو ياكل نهائي برا شي طبعا. حصه شحال. نعم اذا كان ياخذ واحد شيء مره في الاسبوع ما عندناش مشكل، مرتين في الاسبوع ما عندناش مشكل، ثلاثه ما عندناش مشكل، غنديروا ولكن له هذا خطره الطفل، طبعا. ولكن هذا الطفل هذا لو لا عايش بهذه الاشياء، لو لا عايش بالاكل ديال الاصدقاء، هذا الطفل هذا طبعا ما يعني غاديش داك يحصل، الوجبات السريعه غادي يكون الجاهزه عنده اضطراب في جميع فيزيولوجيا، غتكون مضطربه، عشان عنده عناصر خطيره جدا، اللي ما هيتعرض غاديش للامراض. نعم ما غاديش يحصل مزيان، وغادي يكون مرتبك وكثير الحركه. هذا فعلا هذا يعني باش هذا عامل الجماعه. انا الطفل ملي كيشوف الاطفال الاخرين مثلا خذوا واحد المشروب ولا خذوا واحد الحلوه، هو كياخذها رغم انه ما باغيهاش. ولذلك ان صعيب، لان الطفل يعيش في مجتمع، واخا الاباء ديال واحد الطفل ما كيفرضوا عليه اشياء، انا قلت ماشي بالعنف، فرضوا عليه فهموه كذا الى شيء بلا باقه طبعا، شي بس ما كاين الى مره خاتها يفهموا هذه الامور هذه. ولكن ملي كيمشي لبرا كيكون عنده الفلوس في جيبه، وهذا هو الخطأ الكبير اللي كيعملوا الاباء، انهم كيعطيو لاولادهم هذه اللي كان هي داخله على المجتمع الاسلامي. احنا ما عندناش لارجون دو بوش في الاسلام، ما عندناش. هذا هو المشكل. والناس كيعطيه واحد القدر ديال الفلوس 10 دراهم بحال كيشجع الطفل، ما الا كان يشري غير الاكل ماشي مشكل، ولكن مع المرض كيشري بها مخدرات. يعني حنا غادي نطيحوا في واحد المشكل خطير جدا. علاش؟ لان الطفل ما كيخليش الفلوس عنده، لا يمكن يخليها عنده، خصو يخرجها. يخرجها كيبدا يشري اي شيء ولا يخلص على اصحابه ولا شيء، تما كيولي عندنا طفل وسط يعيش في وسط خارجي عن المنزل، وهو لا نتحكم فيه. يعني الاباء لا يتحكمون لا في المدرسه ولا في الشارع. هنا كاين مشكل. يعني واخا يكون الطفل والديه كيعلمو اشياء، ولكن ملي كيمشي للقسم كيتعقد، كيولي مثلا 20 طفل كتاكل واحد المنتوج، هو تيقول ليه والديه ما تاكلوش، يعني كتولي عنده عقده. هنا كاين مشكل. فالمجتمع الاسلامي كيمشي بتكامل، كيكون مجتمع تكامل. على الاقل المدارس يفرضوا على الاطفال ما يجيبوش معاهم ليغوتي. هذه بعدا هنا المدرسه ممكن تتدخل. المدارس عوض ما واحد الطفل يتحرم ولا واحد يرتكب شي خطأ غذائي، فمن الأحسن الأطفال ما ياخذوا معهم والو، ولا المدرسة تحدد لائحة ديال الأشياء اللي يجيبوا معهم الأطفال بالاتفاق مع الآباء طبعا. يجيبوا فواكه، تمر، شريحة، لوز، قرقاع، تفاحة، ليمونة، بنانة، حاجة. المهم يجيبوا فواكه، يجيبوا مسائل طبيعية. لا بغاو يجيبوا معهم تفاح ولا ليمون ولا فواكه، تمر ولا شريحة، نعم، ولكن باش يبقاو. يعني انا اشتكاو لي بعض المدارس ان حتى بكثره ديك المشتريات ديال الاطفال، ولا عندهم مشكل حتى مع النفايات. يعني كيخرجوا هذيك القمامه عامره بداك المسائل اللي كتشد على الاطفال، واللي ما كياكلوهاش، واللي كيفسدوها، واللي كيجي. يعني هنا كنشوفوا ان الوالدين الله يكون في العون، ربما هذاك القدر ديال الفلوس غادي يزيد فيهم، ربما يشريوه لحم ولا خضار ولا حاجه. ثم كنلاحظوا على ان حتى على مستوى التلوث، وعلى مدينة كاين امراض غادي تجي، كاين امراض معديه اللي ممكن تجي من هاد الاشياء هذه، غادي يولي عندنا يعني مشكل كبير. فهنا ولذلك انا دخلت التغذيه في التربيه، نعودوهم على الاكل ديال المنزل. بعض المرات كيدخل الطفل هذه غالبا، يعني وانا انا عندي ولادي، كيدخل الطفل في المساء ما قادش يتعشى، علاش؟ لانه كان برا، لانه واكل برا. هذا هو المشكل. يعني لا كال مع صحابه ولا كال برا ولا شيء، خصوصا اذا كان في العمر ديال 16 و17 و18، صافي لا حول لك ولا قوه، ما عندك ما. فهنا اذا كان الطفل داخل عنده ذاك الشيء في التربيه من 3 سنوات واربعه وثمانيه وعشره و12، هذا الطفل كيف ما كان الحال غادي يتاثر في التربيه بواحد 50-60%. انا يعني انا وغيكون متعود كياكل كي نعم مثلا الاكل ديال البيت. انا شفت مدارس في مدينه الدار البيضاء انهم كيمنعوا على الاطفال باش يجيبوا اي شيء،
وعاملين فواكه في المنزل، في المدرسة هي اللي كتكلف الفواكه، هي اللي كتشري من الأطفال. صافي، اللي بغات فاحي يمشي ياخذها، اللي بغات تكون مغسولة مزيانة هادو ناجحين، الأطفال ديالهم ناجحين، لأن حتى الغيابات بسبب المرض ما عندهمش، ما عندهمش يعني الحمد لله. هادو بعدا ماشي غير مدرسة، يعني كاين كثار. أنا شفت نموذج في مراكش، شفت نموذج في الدار البيضاء، يعني هكذا. انا قلت نعيش في مجتمع، المجتمع كله علاش؟ لان يعني احنا ملي كنقرا، كنا كنقراو في المدرسه في الستينات، ملي دخلنا في 1960 دخلنا المدرسه، كان مشروع وطني. احنا دخلنا بعد الاستقلال، كان مشروع وطني، كان المعلم كيربي، الجزار كيربي، الخضار كيربي، النجار كيربي، اي شيء. اي راجل تلقى مع شي طفل كيعمل شي حاجه تيقول له لا ماشي هذيك، وربما يضربه هذيك الساعه. يعني ما كاينش، ماشي الوالد ديالو يجي يقول له علاش هضرتي ليا مع ولدي ولا دابا الان لا. لان علاش؟ لان هذاك الاب يقول لك انا اللي نربي ولادي وانا هو اللي نعرف، والشيء الاخر ما كيعرف حتى شي حاجه، وكيسقط في الخطا ديال انه هو الذي لا يعلم شيء، وان هذاك ربما يكون طفل احسن من ابوه. وهنا هناك يولي مشكل. علاش؟ لان المجتمع، نحن نعيش في اسلاك اجتماعيه، الطفل عنده خاله، عنده عمو، عنده خالته، عنده عمته، عنده جده، عنده جده، وعنده مسائل. فهذا المدار اللي عنده داخل هذا المحيط اللي كيعيش فيه خصو يساهم في هذه الاشياء هذه. وكتبقى دائما كنركز ان الحاله النفسيه، الكلام مع الطفل مهم يعني جدا، كيفاش. والاكل هادو كياخذوا تقريبا واحد 80% الحيز ديال الطفل. وسن المراهقه الان عندنا الامراض كثيره اللي كتانستال، اللي كتبان في هذا سن المراهقه. علاش؟ لان كيكثروا في المنتوجات الصناعيه والحلويات، الاكل ديال الشوارع والمشروبات الغازيه، وما كياكلوش في الدار. ما كياكلوش في الدار نهائيا، ولا لا في الغداء لا في العشاء. كاين اللي ما كياكلوش في الدار، يعني الفطور مع الصباح ما تيقدرش يفطر، كيخرج كياخذ شي حاجه، طبعا غادي ياخذ شي حاجه مصنعه. مع ال 12 الا كان ياكل في المدرسه راه كياكل، ما كياكلش كيخرج ثاني تيشري شي حاجه. في العشيه ملي كيكون ماجي كيعاود ياخذ شي حاجه وكيجي. هذه السيده سالت على وجبه رابعه، ليس هناك يا سيدتي وجبه رابعه. ليس هناك وجبه رابعه. الطفل يفطر مع الصباح مزيان، يفطر مع الصباح مزيان، حتى ولو كان ياكل في المدرسه ما ياخذ معه والو. ثم في العشيه ملي يجي ياكل فقط ملي يجي مع الخمسه ولا السته ولا حتى السبعه، ملي يجي ياكل. طبخ المنزل، دير له شربه، دير له طبيخ، دير له اي شيء، المهم فواكه، المهم اللي يجي ياكل، يكون احسن. ولكن هذا المشكل ديال الوجبه الرابعه هذا هو الخطا. ليس هناك هذو اللي كنسميهم احنا ليكولاسيون، يعني مع العشره ومع الربعه، هذا خطا غذائي، خطا فادح. لماذا؟ لان المعده خص تباعد الوجبات، وكل ما كانوا الوجبات متباعدين كل ما الشخص كيحس بالجوع وتياكل. ما عندناش مشكل، خليوا الاطفال يجوعوا باش ياكلوا، لان لما خليتهمش يجوعوا ما ياكلوش. انت عطيه الحلويات وعطيه السكريات، عطيه اشياء غادي بها، طبعا ما غاديش يجوع، لا يمكن ان ما يجوعش. وملي غادي يجوع ما غاديش يبغي ذاك المذاق ديال الدار. علاش؟ لانه تعود على واحد المذاق ديال المونوسوديوم غليطامات مع الاسبرتام، يعني مع المحليات. والمحليات حتى ديك الحلاوه ديالها ماشي بحال الحلاوه ديال التمر وديال العسل، هي حلاوه اخرى. فهنا كيولي الطفل كيعيش تحت كارثتين. الكارثه الاولى هي فقدان الشهيه، لان يعني سن المراهقه غالبا هو كيكون عنده فقدان الشهيه، يعني بعوامل عده. العامل الثاني انه كيولي يعيش على المنتوجات ديال الشارع، ديال يعني اكل برا، اكل خارج المنزل. فهنا كيولي قريب من الامراض، لان غالبيه السكري كتظهر ما بين 10 سنين و 16 سنه. غالبيه السكر الان عند السكري عند الاطفال ولات كتبان. ثم بعض الامراض بحال مرض بهجت، وبحال بسورياسيس، وبحال هذه الاشياء هذه امراض مزمنه، هذه ليس هذه امراض مزمنه، هذه غادي يبقى ياخذ الدواء طول عمره. الان بدينا كنلاحظوا على ان الار سي اش، ان لا كولوباتي فونكسيونال مع الار سي اش، يعني ريكتوكوليت مع الكرون، مع مرض كرون، ان الان ولا في هذه الاعمار، يعني ما بين 10 و 20، كاين نعم نسب كبيره جدا عند المشكل ديال مرض كرون. لماذا؟ لان طبعا الامعاء هي دابا كرون. ماذا يعني؟ الامريكيين يعزونه على انه مرض نفساني غذائي. هنا البسورياسيس كذلك نفساني، مرض نفساني يعني. فهنا علاش تكلمت انا على التغذيه كتربيه؟ علاش؟ لان الحاله النفسيه والجانب النفسي هو مهم جدا بالنسبه للطفل. واذا تربى على منتوجات المنزل، احنا كنشوفوا مثلا هذه الامراض اللي كنشوفها في المدينه هي لا وجود لها في الباديه. ما كايناش في الباديه، رغم ان الباديه هي دابا دخلوها هاد المنتوجات وغادي يكونوا فيها مشاكل. غادي ناخذ مكالمه دكتور قبل ما، ومن بعد ذلك غادي نجاوبوا على السؤال اللي قاضي السيدة فاطمة من الدار البيضاء على الأطعمة اللي كتقوي الذاكرة، ولكن غناخذ مكالمة قبل ذلك. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. الاسم الكريم. معكم فدوى من مدينة سيدي قاسم. أهلا فدوى، أنت أيضا صديقة البرنامج. وفي البرنامج، مرحبا بك. بارك الله فيك، ما نقدروش نستغناو عليكم. وحنا في خدمة المستمع الكريم، تفضلي.
تحية لكم، تحية لطاقم البرنامج الجميع. شكرا. بالنسبة للسؤال المراهق، عندي الأخت ديالي تقريبا نظر لي ضيق الوقت، يعني كتلقى عندهم الأوقات ديال الدراسة مثلا، عندهم وقت ديال الرياضة، وقت يعني عندهم النهار ديالهم تيكون مملوء. بالنسبة للأكل ديالها يعني ما كتاكلش في الوقت ديالها، تقريبا يعني كتاخد يلاه المكسرات، اللوز، التمر، هذوما اللي كتدوز بهم النهار ديالها كامل. واش هاد بالنسبة لهاد يعني الفواكه الجافة، واش هي كافية كغذاء يعني كدوز بين النهار ديالها، ولا خصها دير شي حاجة أخرى عشان يكون عندها نظام غذائي زعما؟ يعني يعني نهار كامل تقريبا كتاكل غير هادشي هذا، يعني ما عندهاش الوقت باش تجلس وتاكل على خاطرها، حيت ضغط الوقت و نعم كتقول لك أنا ما عنديش الوقت ناكل على خاطري ولا هذا، كتاكل داك الشيء يعني بسرعة وكتهز في يدها وكتخرج صافي. يعني حتى تقريبا العطلة ديال الصيفية ولا العطلة ديال الربيع هي اللي كيكونوا كيجلسوا في خاطرهم وياكلوا على خاطرهم طبعا مع الجماعة فعلا. إذا شكرا فدوى من سيدي قاسم، جزاك الله خيرا. نعم المشكل ديال التحصيل قبل ما نوصلوا لهذا سؤال فدوى، حيت علي كاين أطفال كيعملوا إما كتكون لابوليمي كتكون عنده الشراهة كيكون ياكل ما كيحبسش، وكاين كنا تكلمنا على في السمنة، وكاين المشكل ديال الانوريكسي، كاين أطفال اللي ما كياكلوش كتمشي لهم الشهية فقدان الشهية. فالأشياء المرتبطة بهذا سن المراهقة هو مهم جدا، لأن الطفل ملي كيولي عنده 14 16 18 هذا كيكون في الشهادة الثانوية ثم كيكون دخل البكالوريا، يعني هذه هي هذا هنا فين خصو يركز بكثرة، خصو يقرا مزيان. مع الأسف الشديد أن كاين كثير من الأطفال كيوصلوا كيكونوا ما شاء الله عليهم كيكونوا كيقراو مزيان، كيوصلوا لهذا السن هذا صافي يعني ما كيبقاوش. وكثير من الأطفال اللي خرجوا من المدرسة من سن في هذا السن المراهقة كيغادر المدرسة غير كيقرا مزيان ومع ذلك كيغادر المدرسة ما عجبه. هنا هذا المشكل الآن ديال التحصيل، خص مكونات تساعد على التحصيل، هو الحديد. الطفل اللي كان عنده فقر الدم، اللي كان عنده نقص في الحديد ما كيقراش مزيان، كيولي التحصيل ديالو ناقص، الدم كيكون عيان. نعم، لان الانيميا هي مهمه لهذا. ثم كاين مكون فيتامين ب، هذا الفيتامين بي هو جيد، يعني خصوص الفيتامينات الاولى يعني ب 1 2 3 4 هادو جيدين كذلك للذكاء يعني والتحصيل. كاين اليود كذلك، اليود كيهدئ يعني كيزيد في الذاكره كيهدئ الاعصاب، كيخلي كيعطي لونديرونس، هذا مكون اليود. وكذلك الاملاح المعدنيه من المغنيسيوم مع الكالسيوم، ورجعوا الحمض الاوميغا 3، حمض الاوميغا 3 كذلك يعني ماشي كيزيد في الذاكره انما كيخلي تركيز لوقت طويل جدا. حمض الأوميغا 3 مهم جدا يعني للذكاء، ان حمض الأوميغا 3 مانيزيوم مونغانيز، والمشكل ديال مونغانيز مهم جدا لانه كيعطي راحه وكيزيد في هاد المكونات. كاينين يعني حمض الأوميغا 3 عطينا اللائحه ديالو، كاين في السمك وكاين في الحبوب الزيتيه او المواد الدسمه مثل القرقاع واللوز والزنجلان زريعه الكتان، كاين شي شويه في حب الرشاد، وكاين حتى شي شويه في الزيت لافوكا. هذا حمض الاوميغا 3. المونغانيز مانيزيوم والاملاح الاخرى كاينه في الحبوب، كنلاحظوا على ان الناس اللي كياخذوا الشعير انهم كيركزوا جيد. نعم كاينه في الحبوب، الشعير، قمح، خرطال، رز، ولكن الشعير احسن، الشعير احسن. ثم كاينه كذلك في الفواكه الجافه اللي هي اللوز والقرقاع والتمر والشريحه والمساء، الزبيب كذلك جدا، يعني الزبيب مهم جدا. هذا جيده، هذه الفواكه الجافه. وكاينه في القطاني كنلقاو كذلك القطاني فيهم مكونات بحال الحمص والفول، كنا تكلمنا على هذه المسائل هذه في حلقات سابقه، ان كاين مكونات. فالاطفال اللي كياخذوا القطاني، اللي كياكلوا الشعير، اللي كياخذوا سمك، وهذه الحبوب هذه في التغذيه ديالهم ما يخافوش من اي نقص غذائي ولا حتى في على مستوى التحصيل. ذكرت السيده فاطمه الدار البيضاء على ان الاطفال ما بقاوش كياكلوا السردين، فيتامين دي. نعم غادي نجاوب. المشكل ديال الفيتامين دي الان هو حاصل خصوصا عند النساء. فيتامين دي كيرتبط بالكالسيوم، والفيتامين كالسيفيرول ولا كالسيتونين هذه هو هرمون. هذا الفيتامين دي 3 كاين دي 2، كاين داء 2 عليا في الصيدليه الطبيب كيوصف داء 3 ولا داء 2، ولكن داء 3 احسن. هذا الداء 3 فيتامين دي 3 هو موجود في زيت السمك، الناس اللي كياكلوا السمك ما عندهمش مشكل. ثم ان الجسم يمثل كيصنع هذا الفيتامين دي من الضوء ديال الشمس،
ولكن اللي كيزيد يساعد على تمثيل الفيتامين دي هما المضادات للاكسده اللي كياخذوا الناس هذوك الفلافونويدات والبوليفينولات اللي كاينين في زيت الزيتون اللي كاينين في برقوق الكحل اللي كاينين في القرعه الحمراء اللي كاينين في الباربه اللي كاين جميع الخضار والفواكه كلهم فيهم فلافونويدات. ملي كناخذوا الفلافونويدات الا السمك توفر ولا لا كاين ولا ما بغاوش ياكلوه ماشي مشكل، ولكن الا الناس خذوا فلافونويدات بكثره كيزيد الجسم يصنع فيتامين دي بكثره. ملي كتكون فيتامين دي كيكون الميتابوليزم الكالسيوم جيد كاينش نقص، هنا خص يكون فوق 70 فوق 72 يعني لهذا. كاينين الناس دابا خدامين ب 15 وب 20 يعني منخفض جدا خصوصي عند النساء، ولكن عند سن المراهقه لا اظن انه يكون مشكل بذذبة، لان الامريكيين الان مشاو بعيد في هذا المشكل ديال الفيتامين دي، لان ولا ظاهر في المجتمع ولا مشكل كبير، لان فيتامين دي هو المناعه هو السرطان هو السكري ماشي غير هشاشه العظام، لان الناس كيسمعوا فيتامين دي كالسيوم واش ماشي غير هشاشه العظام، هو السكري كيحبس هو النظام الهرموني والسكري والمناعه ديال الجسم، وكيكون ناقص عند الناس اللي عندهم الاسهالات المزمنه بحال كرون بحال الار سي اش كرون، هادو اللي عندهم مرض كرون عندهم فيتامين دي ناقص. علاش؟ لان كيكونوا عندهم اسهالات وكيضيعوا هاد كاع الاملاح كيضيعوها، لذلك خص يكون واحد ريستيتيوسيون خصهم يعاودوا يعوضوا هذوك الاملاح اللي ضاعوا بتناول اشياء غنيه من السمك من قطاني من فواكه، هذه الفواكه الجافه هي كذلك جيده. ليس هناك مشكل ديال الفيتامين دي الا العوامل التي اللي كتخلي الجسم ما يصنعش هذا الفيتامين دي ولا اللي كتضيع الفيتامين دي في الجسم. هي الامريكيين كما قلت مشاو بعيد، انا رجعوا للدبدبات، ان الناس اللي ساكنين قرب من واحد التيار الكهربائي ديال التردد العالي هو الطونسيون، والناس اللي ساكنين حدا لي ريزو قرب من لي ريزو بزاف تحت منهم ولا قرب ليهم كثير، حتى البورطابلات الناس كيتكلموا 24 ساعه بالبورطابل طبعا يعني حتى التليفون الناس يحاولوا يرشدوا، احنا ما كنقولوش الناس ما تهضروش، نعم يهضروا، ولكن كاين اللي كيستهلك اكثر من 6 سوايع في النهار في البورطابل هنا غيكون عنده مشكل. علاش؟ لان هذوك الدبدبات هذوك لي زوند تيخليو ذاك الكالسيوم يولي يونيزي سي ا بلس بلس، ملي كيتيونيزا الكالسيوم كيضيع مع البول شرف الله وقدر السامعين، طبعا الجسم كيضطر ياخذه من العظم. يعني هنا كيولي واحد المشكل، يعني ما نقدروش ندخلوا في يعني في التفاصيل، يعني كاين ابحاث يعني تفاصيل عندنا ويعني تفاصيل عميقه جدا، اللي المغرب باقي في واحد المستوى جيد الى حد الان، باقي عندنا مشكل جيد خصوصا الناس ديال المدينه، ولكن النساء في المدينه عندهم مشكل ديال الفيتامين دي، يعني على الاقل يطلبوا التحليله. دابا كاين ملي كيطلبوا التحليله ما كيطلبوش الفيتامين دي، والاطباء خصهم يبقاو يطلبوا التحليله ديال الفيتامين دي. لان علاش؟ لان الفيتامين دي كيحبس على الجسم امراض، الا كان ناقص الجسم غادي يصاب بامراض السرطان السكري بهذه الاشياء هذه. فعلا اكيد. اكثر من ذلك المراه الحامل الا كان عندها نقص في الفيتامين دي ما كتولدش عاديه. كتولد بالعمليه القيصري. علاش؟ لان العضله ديال الرحم خاصها الكالسيوم خاصها. فهنا وكنلاحظوا على ان كثير من النساء الان كيولدوا بالجراحه، ماشي جراحه عاديه، لان يعني جراحه عاديه اللي كتساعد مرات ولدها، جراحه ديال العمليه الكبيره اللي كيحاولوا هذا هنا. فالاطفال هذا المشكل هذا سن المراهقه رجع لواحد المشكل مهم جدا عند البنيات. البنيات كاينين اللي كيجيهم هذه الدوره الشهريه بالام شديده. وكاين اللي كتولي عندها واحد خلل، واحد الدوره ديالها ماشي هي هذيك، غير منتظمه. اما كتجيها مرتين اما ما كتجيهاش، اما كتمشي وتجي. هنا خصوص البنيات اللي عندهم الم شديد. هنا خصهم يعرفوا بان الجسم فيزيولوجيا فيها خلل. ملي كتكون خلل في الدوره الشهريه، المراه عندها خلل في الفيزيولوجيا ديالها، هذه اكيد يعني. وملي كيكون خلل هرموني يوقع خلل اخر على مستوى بعض الوظائف، هنا كيولي مشكل. هاد البنيات اللي عندهم هاد الالم هذا، الحل هو انهم خصهم كيكونوا غالبا هذو اللي عندهم الالم واللي عندهم الدوره متلخبطه كيكونوا يعيشوا على الحلويات وكيكثروا من الاجبان واللحوم. إلا كثروا من الأجبان واللحوم والحلويات الدورة ديالهم كتمشي. أنا كنقول كثروا، يعني ممكن ياكلوا ولكن ما يكثروش، يعني بتحفظ. نعم بتحفظ. فهنا هاد البنيات هادو من الأحسن قبل الأمهات ديالهم يردوا البال واحد الأسبوع قبل ما تجي هاد الدورة الشهرية تردها نباتية، ترجع البنت نباتية.
ولا الحاله ثم ماشي كلشي البنات كيجيهم بالالم، ولكن البنات اللي عندهم الالم في الدوره الشهريه يحاولوا يغلبوا النبات على اللحوم، وملي تقرب تجي تكون نباتيه على الاقل واحد 5 ايام، ثم اثناء هذيك ملي كتبقى لي 24 ساعه كتبدا تحس بهذاك الالم كتناول الكرفس. كنا تكلمنا عليه، نعم، من الاشياء اللي تكلمنا عليها يعني من المزايا ديال الكرفس، تاخذ كرفس بحال سلطه هكا تاكلو تقطعو وتاكلو، ولا ديروا شربه طبخوه في الماء الطحن وديروا شربه، ولا ديروا عصير الا قدرت عليه لانه المذاق ديالو شويه قوي جدا. تاخذ الكرفس في هذه الفتره هذه باش ما يكونوش هذوك الالام، يخفف الالم. نعم، لانه هو مهدئ لهذا الالام ديال الانقباضات ديال 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 الرحم. اذا دكتور نرجعوا للاخت فدوى، قالت لك بان الاخت ديالك كتناول طول اليوم غير الفواكه الجافه، واش يعني كيأثر عليها؟ نعم، هذه باقي الان الحل ديالها ما كاينش، وقعت في اوروبا وفي امريكا دابا وصلوا لنا هذه الاشياء، وصلت لنا ان اللي كنسميوه هذاك الشخص اللي كيبغي غير واحد الماده ماشي كيبغي، دابا يمكن حيت ما عندهاش الوقت قالت لك باش تجلس فوق المائده وتناول. لا لا لا، هذا لا نفسي، حاله نفسيه، هذه حاله نفسيه، كي ان الشخص كيولي ياكل واحد الحاجه وصافي كيبكي هكا كياكلها غير هي. هذا يعني هي امر بسيط جدا، هو غير قضيه نفسيه صافي، خص هذه البنت هذه خص تريح، لا غير تجلس للاكل راه غتاكل صافي، غير تجلس دابا غير حيبه كتجلس كتاخذ الاشياء اللي ممكن تاخذهم في يدها ولا ديرهم في جيبها ولا ديرهم، يعني ما عندهاش الوقت. نعم، لا ولكن هذا ليس حل، الناس ما عندهمش الوقت، واحد ما عنده الوقت. نعم. هذا ليس مبرر. نعم. ولكن هذا ممكن السلوك ديالها يتغير، هذه السيده هذه ممكن ما عرفش العمر ديالها شحال، ولكن مراهقه خص السلوك ديالها يتغير، خص والد ديالها يساعدها على هذا السلوك. نعم. خص امها تشدها، يعني كتكون البنت هي راه مزروبه على والو، يعني غير الداخل في دماغها راه عندها شي حاجه، هي ما عندها والو، تشدها امها تشدها وتريح واحد 5 دقائق حتى تاكل، وما تغوت عليها ما والو، بالعكس خاصها تضحك معاها وهذا الشيء حتى تاكل، وغادا تعود واحد شهرين ثلاثه راه غتحيد منها هذه العاده هذه. علاش؟ لان غادي لا غادي يبدا ينقصها بعض المكونات، غادي ينقصها بعض المكونات خصوصا الالياف الخشبيه اللي غادي ينقصوا هذه البنت هذه، وبعض المضادات للاكسده. نعم، اللي غادا تكون هزيله ولا غتكون اشياء عندها فعلا، وهذا يعني خطير جدا. اذا دكتور معنا مكالمه على الخط نحررها. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. الاسم الكريم؟ هذه إيمان من الرباط. أهلا إيمان، أنت أيضا صديقة البرنامج. أهلا، الله يخليك لاله، شخباركم؟ وكنشكركم بزاف على هذه المعلومات اللي كتعطيونا. بغيت غير نتفكر على واحد الحاجة، حنا كنعرفوا بأن المراهقة هي مرحلة انتقالية من الطفولة للشباب، وكنعرفوا بأن هذه المرحلة كتزيد، أن الشاب كتزيد عنده الطاقة الغذائية كتزداد. نعم فعلا، وكنلاحظ واحد الحاجه بزاف، لان المراهق في هذه الفتره كيمشي بزاف للمأكولات، الوجبات السريعه والمشروبات الغازيه اللي كتكون فيها بزاف ديال السكر وفيها بزاف ديال الدهون وبزاف ديال الملح، وكيبعد بزاف على الخضار والفواكه. نعم. وبغينا نعرفوا كيفاش هو الاساس ديال التغذيه، كيفاش يمكن لنا نساعدوه انه يكون عنده اساس تغذيه سليم، مع العلم ان المراهق يكون عنيد، ملي كتقول له دير هذه الحاجه ما كيبغيش يدير داكشي اللي قال له راسو، يعني انا بغيت ناكل داكشي زنقه غناكل في زنقه. نعم. ما كيبغيش مثلا يجلس معك على الطبله وياكل مع الجماعه. نعم. يقول لك انا زربان، انا ما عنديش الوقت، لا عطيني نفوت نمشي ناخذ واحد الحاجه اللي راها صحيه. مع العلم ان ديك الوجبات السريعه كتاثر على النمو ديالو، ما كتساعدوش انه يكون عنده نمو سليم. اكيد. نعم. وكتخليه دائما عنده داك داك اللونغي انه ياكل في الزنقه، ما ياكلش في الزنقه، كيقول لي تعود ورغبه. بغينا نعرفوا كيفاش نعلموا على التغذيه السليمه. نعم. بلا ما نبزوا عليه، يعني بطريقه لينه، لا بدون عنف. نعم. لا اذا شكرا ايمان. نعم اكيد، هذا واحد الكلمه جات في التدخل ديال السيده جزاها الله خير، كلمه عنيد. نعم، العناد. الطفل كيكون عنيد لان هذه علي، لان التربيه، وهذه التربيه هي اللي كتقطع هذا العناد للطفل. هذا الطفل ماشي عنيد، نعم، ولكن ملي غادي يولي 16 و18 صافي، يعني العناد ديالو غادي يولي خطر عليه ولا على والديه. اما هو الطفل طبعه عنيد، وهذا العناد كيتزول من طفل في 3 سنوات و4 و6 و8 ماشي في 18. خاص الطفل اللي كيبكي لك على الحاجه وتعطيها لي، ولا ما كيبغيش يدير شي حاجه، ولا ما كيبغيش يجلس، طبعا كتخليه. فهنا طبعا هذا العناد كيكبر معاه، ملي كيكبر معاه العناد كيدي حتى للسيجاره، كيدي حتى للتدخين، العناد ديالو كيدي حتى للتدخين،
يبدا يخرج مع اللي بغى هو واخا رفقاء السوء انت كتعرفي هذوك الاطفال بانهم ما مزيانينش كتشوفي ولدك معاهم ما تقدرش تقول تفرق عليهم علاش لان هنا ما كيبقاش مشكل يعني كتولي اشياء اخرى يعني وربما يتزوج وما يخبرش والديه كيمشي نعم كيمشي حتى لهذا الحد هذا علاش لان هنا فين كاين المشكل العناد كيكبر مع الطفل من 3 سنوات ملي كيوصل 16 ما كيبقاش عناد كيولي يتحدى كيتحدى باه كيتحدى امه ما واكلش ديك الماكله وربما يقول كلام الام خصوص الام يعني ما يقولش الكلام البو كيقول كلام الام علاش لان كيعرف الام حنينه وما غتضربوش وما فهمتي هذاك الشيء علاه هو دائما كيجيب العناد ديالو على الام ما كيجيبوش على الاب ولذلك قلت انا في الحلقه السابقه ان التربيه موكوله للوالدين اثنين الاب والام فإلما تدخلش الاب والام الاثنين يتدخلوا لان كاين اشياء خاص الاب يتدخل وكاين اشياء خاص الام تدخل فخاصو يكون بيناتهم هذه فهنا ملي كيكون التربيه موكوله للام لوحدها لان الاب ما مساليش او لانه ما قادرش الاب ما كيكونش يريح مع ولاده ملي كيجي اللي بغاوها كيشريها لهم هذا خطا كبير لان كيبغي يخفي ذاك بغي يعوضهم بذاك الحنان وديك المسائل اللي ما قدرش عليها هو يعطيها لهم كيبغي يعوضها لهم ماديا هي لا تعوض ماديا فلذلك يقول لك راه ليا الفلوس مشي نتقدى راه ليا الفلوس مشي ناكل برا ولا واحد لقيته كيبدا يقول لك علاش ولدتيني يعني اي شيء ممكن يقوله هذا الطفل اي شيء ممكن يقول اي كلام علاش لان انا التربيه ماشي الغذائيه نعم علاش لان علاش انا دخلت التغذيه في التربيه لان علاش غنربيو هذا الولد ما ربيناهش على تغذيه ونظافه اكيد تغذيه ونظافه ما علاش غنربيو فعلا نعم لان علاش غتربيه هو باقي صغير معناتها اللعب راه كيلعب راه كيضل يلعب وحتى ذاك اللاعب ما يكونش لاعب عنيف ولا فيه اشياء سيئه النظافه نعلمو على النظافه لان من بعد غادي يبدا الطفل يتوضا غادي يبدا يصلي ما عندناش معاه مشكل لكن الا خلينا هذا الطفل هكذا في عنادي وكنحذرو من صغره 4 سنين نشريو ليه شي حاجه لانه ما بغاش ياكل في الدار ولا لانه ما بغاش لينا مثلا القرعه مسلوقه ولا ما بغاش لنا مثلا هذا القطاني مسلوقين ما بغاش لنا السمك طيب ما بغاش لنا المرقه ما بغاش البلول كاينين اطفال في الباديه ما كانوش كيبغوا الكسكس كنا كنقولوا الطعام هذيك الساعه ما كانوش كيبغوا الكسكس كيخليوهم والديهم كيخليوهم كيقول لي صافي كاين الكسكس ما كاينش الكسكس ما عندي ما نتعت ما نعطيك ما يدخل عليه ما والو تقول لك ناري ولدي غادي يموت لا ابدا فالطفل كيبدا ياكل الطعام مع والديه صافي كيبدا ياكل ما عجبوش ولكن كيبدا ياكل يعني هنا كتولي تربيه ما عندك اولا هذاك عجبو ولا ما عجبوش اما هذاك الاكل راه جيد ليه نعم فهمتي وملي كيكون جيد ليه واخا يتقلق ما غيضروش صافي اما ما خصوش يتقلق ونعطيه حاجه مسمومه لا هنا خصهم يميزوا الوالدين خصهم يميزوا يتقلق على حاجه جيده واخا يبكي ولكن ما نسكتوش بحاجه سامه نقول له غير ما تبكيش هاك ولا هذا ولا اعطيني الفلوس مشي نتقدى ولا شيء عندنا هذه الظاهره هذه في الشمال مثلا في تطوان وفي طنجه عندنا هذه الظاهره هذه ديال الاكل برا اصبحت الان حتى عند الكبار علاش لان من 4 سنين حتى 18 حتى 32 حتى 50 الانسان كيكبر مع واحد الحاجه كتبقى فيه ما فهنا كاينين الناس اللي الزوجات ديالهم كيطيبوا في الدار كيطبخوا مزيان وعندهم اكل جيد ونقي يعني في الشماليين عندهم المطبخ ديالهم جيد لا. عندهم منتوجات جيده في المنطقه عندهم اسماك دائما عندهم كياكلوا قطاني واخا يتغدى كيخرج ياكل برا هذيك عاده ولات عنده عاده يعني هذوك الابوكاديو ولا هذيك الاشياء اللي كياكلوا في الشمال واخا يتغدى ولا يتعشى كيخرج خصو ياكل هكذا وانا كانوا معايا اصدقاء تنقول لي انت تغديتي تقول لك لا بغيت ناخذ شي حاجه هنا كتولي حاله نفسيه كتولي عاده ولذلك التربيه ركزت على التربيه لان لما تكون التغذيه داخله في التربيه انا لا اظن ان يكون مشي يعني انا اطفالي الحمد لله ما كنتش مشدد معاهم تما كانوا كياخذوا حلويات مره كياخذوا مشروبات ولكن الان مقتنعين لان فاتوا السن المراهق الان اصبحوا مقتنعين بهذه الاشياء لان عرفوا بان هذيك علاش لان كيشوفوا الاصدقاء ديالهم اشنو واقع اليوم كيشوفوا هما يعني الصحه ديالهم كي دايره الى حد الان الحمد لله ما عمرهم خذوا علاج جيد علاش لان كما قلت وهذه هي القاعده اللي خاص الاباء والامهات لان هذاك الطفل يبكي وياخذ حاجه ديال الدار نافعه ليه احسن ما نسكتوه بحاجه مسمومه غير ما يبكيش نعطيوه الطفل غير كنعطيوه مثلا وهذه السيده جزاها الله خيرا اثارت هذه المشكله دي ديال اعطيني ناكل في الزنقه ما عنديش الوقت انا مساليش انا داز عليا الوقت انا هذه يرغم والديك ولا الطياب ديالك ما عجبنيش كاع تقدر يقول لا يقدر يقول الطياب ديالك ما عجبنيش ما بغيتش ناكل هذاك الطياب ولا حيت واحد اصدقاء ديالو ثلاثه واربعه كياكلوا عند واحد السيد ولا في واحد البلاصه
خاصو يمشي حتى هو يدير بحالهم، هنا كيولي خطا. يعني تقليد هذا، وذكر فان الذكرى تنفع المؤمن. هنا لازم الاب والام يهضروا، غير يتكلموا بعدا، غير يتكلموا، غير يقول لي داك الشيء، هذاك الشيء اللي كدير فيه لا، هذاك الشيء راه ماشي هو هذاك. يبقى كل نهار يقولها لي، علاش؟ لان مع طول الايام يؤثر الحبل في الحجر. شوف لمشيتي للبير ملي كيجبدوا الناس الماء كتلقى هذاك الحجر ديال البير دار واحد الاثار. نعم، لان ديك القنبه ديال هذا كتمشي وتجي، يعني كتبقى تيجبدوا في الماء كيتقطع ذاك الحجر. يعني مع طول الايام يؤثر الحبل في الحجر، لان الحجر هي اللي كتقطع الحبل، ولكن مع طول الايام طبعا الحبل هو اللي كيقطع الحجره. فهنا انا كنبغي هذه القاعده، يعني الهضره تكلم مع الولد الصباح والشيخ، علاش؟ لان واحد الوقت يعني هو راه كيبرمج، ولكن واحد الوقت خاص ياخذ بهذيك المسائل. هذه هي الطريقه الصائبه اللي كاينه حتى في شريعتنا. الشريعه ما كنتشدوش مع الطفل، ولكن كنعملوا ليه حدود. ماشي هذاك الطفل نخليه سودا هكذا يعني يفعلوا ما يشاء، لا، عندنا حدود. الشرع كيوجب علينا ان يكونوا حدود، واخا هذاك الطفل يبكي ولا حاجه، لا، كاين حد ما خصوش يتعداه، خصو يحترم مو خصو يحترم با، خصو يدير هذه، خصو يدير هذه. من الاحترام لاب والام انه ياكل معهم، انه يريح ياكل مع باهم مع الجماعه. نعم اكيد خصو يتعلم هذه المسائل هذه. كنظن يعني قليل أظن ان المشكل ممكن تفاداه، غير هما الناس اللي حيدوا هذا التحذير اللي كنسميو حنا بهذا المصطلح، وليس عربي، ولكن غير الناس يفهموا، لان الغايه ديالنا هو باش يوصلوا المعلومات للناس، ان بداو الناس يحيدوا هذه المشكله هذه ديال انهم يبقى يداخل على الدري، ولا يبقى يمشي معاه في الرغبات ديالو، ولا غير باش يسكته، ولا غير حيت هو ما مساليش، ولا حيت ما مساليش ليه، ولا حاجه. هذا خطا. علاش؟ لان انا بالعكس، هي الاخطاء تعزى للاباء وليس للاطفال. الاطفال ما عندهم حتى خطا، الاباء هما كل شيء، الاباء هما الاساس. ولكن الاساس كيبدا من 3 سنين، من 3 سنين وفوق كيبدا صافي. انت ما بقاش الرسول صلى الله عليه وسلم فرق 7 10، دار 7 سنين دار 10 سنين، يعني هذا مروهم ل7 واضربوهم ل10. يعني هنا علاش؟ لان تما كيبين لك الرسول صلى الله عليه وسلم مستويات ديال العقوبه، ان بسبع سنين ما يتضربش، لان باقي ما عارفش، واخا ضربوه ما عرفتش علاش ضربته، ولكن 10 سنين بدا كيعرف علاش، على الاقل خاطر بدا يعرف. ولكن ماشي ديك ضربوهم لا تعني هنا يعني انك تشد العصا وتضربو، لا، انما ضربوهم تعني هنا حد، اي حد، اي عقوبه، اي شيء. المهم غير ما تخليش تحرم الاشياء، لان لا خرج نيفو للأنف ديالو خرج على هذاك الحد، صافي ما بقاش ولدك ولا ولد الشارع، يعني ولا مع الاخرين. هي للاسف لو كان كل شيء الاباء يلتزموا والامهات يلتزموا بالتربيه، ما غاديش يكون عندنا يعني رفقاء سوء في الشارع ولا في الازقه. لكن كيكون طفل ومعاه، والعكس، ان الاطفال اللي عندهم تربيه جيده اقل من الاطفال اللي عندهم تربيه سيئه. وتربيه سيئه لا يعني على انهم يفعلون اشياء يعني خطيره، لا ابدا، ولكن من جمله هذه الاشياء ان ملي كتعيط على الولد وما يجيش، هذه راه هذا لا حول ولا قوه الا بالله. ملي كتهضر مع الولد وما يحضرش راسو، ماشي تهضر معاه 5 مرات وتغوت وتضرب، لا، خاص بمجرد ما تهضر معاه على الحاجه خاصو يديرها، كيتعلم من صغره، من صغره تيتعلم هذا الشيء، لان والديه غيقولوا ليه غير الخير. طبعا هنا طبعا، وهذا المشكل الغذائي دخلته في التربيه، وانا ركزت على المشكل التربوي، لان الامراض والمصائب والتحصال في المدرسه والمساوئ، وبالنسبه حتى للسلطه، كيوليو اطفال مشاغبين، كيوليو مواطنين مشاغبين من بعد، كيوليو هذه. فالمجتمع كيتضبط، نعم، التربيه هي اللي كتضبط المجتمع. التربيه، وطبعا نعلموهم الشرع، نعلموهم يعرف الحلال والحرام، ماشي عندك الحق ما عندكش الحق. نعم. يعني في الغرب كيقولوا تي لو دروتي نابالو درو، حنا لا، حنا كنقولوا واش جائز، واش يجوز او لا يجوز، يعني امر شرعي كتدخل له الشريعه بطريقه اخرى. دابا اغلب الاطفال، هاد ماشي الاطفال، هادو المراهقين، تيقول لك ما عندكش الحق دير هادي، ما عندكش الحق، حنا ما عندناش في الشريعه كي يجوز او لا يجوز، واش حلال واش حرام، واش التصرف جائز ولا غير جائز. نعلموهم حتى بلغتنا وبمصطلحاتنا وبطريقتنا. نعم. يعني هذا، فاظن ان هاد المشاكل ممكن تفاداوها، يعني عدم انعكاسات صحيه خطيره، انعكاسات صحيه، ربما الطفل غادي تحبط، غادي يخرج من المدرسه، غادي يتناول المخدرات، غادي يولي يعني غادي يولي مواطن غير صالح كيف ما كان الحال. ولكن يعني لا كانت التربيه جيده، وكان الطفل عنده تغذيه سليمه، وعنده وسط سليم، اظن اكيد. اذا دكتور لو سمحتي غادي ناخذ اخر مكالمه في هذا اللقاء. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. اسم الكريم. هذه فاطمه الزهراء من سيدي قاسم. اهلا فاطمه الزهراء من سيدي قاسم. الله يفيك. تشكر مخرجة البرنامج التي تصر على تسجيل البرنامج. نعم. والدكتور الحاج محمد الفايد. شكرا لك. بارك الله فيك. الله يسلمك. فسؤالي هذا، كيف يمكن تحسين ذكاء الطفل في اوقات الامتحانات، فترة الامتحانات؟ نعم نعم نعم. وما هي التغذية الصحية لنمو دماغه؟ نعم جيد.
شكرا. شكرا لك. جزاك الله خير. نحن تكلمنا على هذه المسائل هذه ولكن هذا لا يمنع ان نعم اثارت شيء اخر جزاه الله خير. اثارت واحد المشكل اخر هو ان اثناء الامتحان حتى عندنا في الجامعه طلبه عندي في الجامعه ملي كيشوفوا الامتحان كنلاحظوا على ان خصوص البنات كيجيبوا معهم واحد قطعه الشوكولات ولا كيجيب معهم شي بسكوي ولا كيجيب معهم شي حاجه بدريعه ان اثناء الامتحان غادي ياخذ واحد الكالوريات ولا طاقه ولا شيء. بالعكس هذه من اخطر ما يكون اثناء الامتحان جميع الاعمار حتى الطلبه اللي في الجامعه جميع الاعمار أنا اثناء فتره الامتحان الاشياء اللي كثروا منها ملي كيكون يوجد الامتحان لان الامتحان ماشي غير يومين امتحان راه شهرين وثلاث شهور اثناء الفتره اللي كيكون يحضر فيها يوجد فيها الامتحان ديالو خاص الام ديالو تكثر له السمك والقطاني والفواكه الجافه وتزيد هذوك الحبوب اللي تكلمت عليها زريعه الكتان والزنجلان يمكن يديروا مثلا شكل اكله والزبيب والتين زبيب والشريحه والتمر واللوز والقرقع الا ما كانتش فيه الحساسيه ياخذ اللوز والقرقع كذلك هذه ثم البيض البلدي مسلوق جيد بيض بلدي مسلوق السمك القطاني الفول الحمص المسائل هذه كلها هذه كلها جيده ثم تكثر العصائر خصو الفيتامين سي الفيتامين سي هو جيد هو ينشط الجهاز العصبي خصو فيتامين سي وما كيجيش نعس ما كيترخاش صايب له جميع الفواكه فيهم فيتامين سي ما كاينش مشكل يعني الليمون البرتقال هو احسن ولكن حتى الفواكه الاخرى التفاح ولا الفواكه الا من الاحسن ما ياخذش الفراوله الفريز ياخذش الفرعليه الفريز ما كيكونش في اوقات الامتحانات لان الفريز كيكون دابا في شهر 4 من الاحسن ما ياكلش ما يكثرش من 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 الفراوله علاش لان غادي دير لي حساسيه داخليه هذيك الفراوله هي عندها الحساسيه مشتعله فهذه زاليرجين هذا من جهه اخرى ان ملي كيمشي الامتحان الصباح يفطر مزيان يفطر بالبيض بلدي مسلوق يفطر بالبصاره ديال القطاني يفطر بالخبز الشعير زيت الزيتون الشاي التمر الشريحه الزبيه كل يبغى المهم يفطر فطور جيد ساعة قبل ما يبدا الامتحان لكن الامتحان غادي يبدا مع 8 يفطر مع 6 ونص ولا 7 ما ياكل ولو اثناء الامتحان يشرب الماء يدي معاه الماء فقط مع قرعة صغيرة هذا الماء يشرب الماء اثناء الامتحان كافي ثم ملي يجي مع 12 لكان غادي يرجع للدار ما ياكلش خصو ياكل فواكه فقط العصائر تلو التفاح الليمون البعويد هذا والقطاني حتى عفوا ماشي القطاني حتى الفواكه الجافه التمر والشريحه ممكن ياكلها ملي يرجع ويشرب الماء ويرتاح وياخذ عصائر ولا فواكه ويرجع للمساء الحصه ديالو الحصه المسائيه ملي يكمل الامتحان ديال العشيه ويجي للدار الموت وجد له طبيخ جيد يكون في سماك يكون في قطاني يكون في شربه خضار سلطات فواكه اي شيء اللي تبغى تعمل له هذه نعم. هذه هي يعني هذه اثناء الامتحان ولكن اثناء تحضير الامتحان يكون يكثر من هذه اللائحه ولكن اثناء الامتحان غير ما يديش معاه شي حاجه ياكلها ملي يكون تكون عنده لي بريف يكون عنده امتحان يفطر مزيان وياخذ ماء معه وملي يرجع الثاني لان كيكون لا كال الا كال شي حاجه ثقيله مع 12 وعنده امتحان مع جوج ونص ولا ثلاثه ما غاديش يجاوب مزيان لان الهضم هذيك الجريلين تاهي عندها علاقه يعني بالجهاز العصبي يعني من الاحسن ياخذ اشياء سهله الهضم يعني ما كتاخذش واحد الوقت الطويل وهذا مهم جدا كنشوفوا الاطفال بعض المرات كيوجدوا امتحان جيد وكيكونوا يقراوا مزيان ولكن اثناء الامتحان كيوقع لهم خلل كيوقع لهم واحد الحادث علي انسيدون وكثير من الاطفال كيوقع لهم هذه المساله هذه. اذا خديجه قصيب تشير لي بان هناك مكالمه على الخط ولو ان عمر البرنامج لم يتبقى فيه يعني الكثير غادي ناخذوها. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسم الكريم. السلام عليكم. الاستاذ عبد الرزاق مني مدينه البروج مره ثانيه. اهلا بك سي عبد الرزاق. شكرا جزيلا استاذه والسلام على الاستاذ والشكر جزيلا مرحبا بك استاذ. الله يخليك. مشكل عندي انا بالنسبه للرياضه هو كيستعملوا الشباب ذاك المواد اللي كتزيد حجم العضلات وكتحسن من التمكن من الاداء الرياضي. نعم الاستاذ يحدثنا على هذا الموضوع الله يجزيه بخير. نعم اذا شكرا جزاك الله خيرا يا اخي جزاك الله خيرا يعني علي نبهنا الامر عظيم جدا كيف ما كان الحال يا اخي. اما الاطفال كاين واحد شبكه اللي كتخلي هاد الاطفال يشريوا هذيك المنتوجات وما محتاجينش لها. نعم ما محتاجينش لها يا اخي ما محتاجينش لها ابدا. إذا كان الطفل كيعمل يمارس الرياضه وياكل الاكل ديالو جيد سمك دجاج بلدي بيض بلدي قطاني
قطاني قطاني جيده ما محتاجينش لهذوك البروتينات الاخرين قطاني جيده سياكل قطاني ثم ملي الناس اللي كيمارسوا الرياضه خاصه الحمض الاوميغا 3 ولات موضه كيتناولها بزاف الحمض الاوميغا 3 هو كافي للجسم اللي كاين في زرعه الكتان واللي كاين في اللوز وفي القرقع وداك الشيء خاص الفواكه الجافه اثناء الرياضه اثناء ممارسه الرياضه يشربوا الماء بكثره فقط الا ما كانش يعملوا ملعقه ديال العسل في هذيك القرعه كبيره ديال الترونس يعملوا فيها جوج الملعقات ديال العسل ويشربوه مع الماء علاش لان غادي يكون عندهم املاح معدنيه وسكريات ديال العسل اللي غاديين يعاودوا بها هذيك الاملاح المعدنيه ولكن هما لا يحتاجوا هذه المواد لا يحتاجونها ابدا لماذا لان هذيك المواد غادا تعطي واحد غادا تخلي الجسم واحد التونيس غادا تعطي واحد الطاقه للجسم ومن بعد يتحرق من بعد غادي هنا مشكل هو دوباج هما كيعلينوا ما كيخص واحد مركز ديال البروتينات ولكن هذا المركز ديال البروتين كنا غناخذوه غير باش نمارسوا الرياضه بلاش نعم هي الرياضه كيمارسوها الناس باش يبقى الجسم سليم يعني أما الناس خطير اللي كيحترفوا نعم خطير جدا خطير منتوجات اللي كيتناولوها اثناء خطيره جدا وشنو واش كتسبب شي امراض نعم كتسبب جميع الامراض لان الامراض غادي يولي عند امراض القلب والشرايين غادي يولي عند امراض الجهاز العصبي غادي يولي عند جميع الامراض كله جميع الامراض علاش لان الفيزيولوجيا ديال الجسم غادي تخدم بواحد الطاقه اللي كتفوق الطاقه الطبيعيه اللي خلق الله في الجسم يعني نعم نعم لان كتضرب في خمسه الفيزيولوجيا ديال الجسم كتضرب في خمسه فهنا نعك شي واحد البيك غادي يطلع لواحد من بعد غادي يهبط ملي غادي يهبط جميع امراض كنلاحظوا على ان هادو ولا عندهم كيولي عندهم التنمال في 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 هذا في العضلات ديالهم كيوليو يموتوا عليهم رجليهم ما كيبقاوش يتحركوا كيوليو يديهم ترعدوا يعني عندهم عواقب ما كيبقاش يركز ما كيبقاش ينام الليل جيد ما عليين على خير ملي كيكمل سلبيات وعواقب عندهم سلبيات ممكن نمارسوا الرياضه وناخذوا منتوجات طبيعيه ما كاين حتى شي مشكل وما كان الشخص ما يحملش الجسم ديالو طاقه اكثر بمعنى انه الا ما قدرش مثلا يقفز جوج مترو يقفز متر ونص دابا الناس كيبغيو يعطيو يرد الجسم ديالو يعطي اكثر ما يطيق هنا هذا يولي مشكل وهنا الاطفال في هذا السن المراهقه اللي كيمارسوا الرياضات خصوصا ملي كيكونوا كيمارسوا الرياضه في واحد المكان كيشوفوا واحد جوج الاطفال ولا ثلاثه كيقول لهم حنا كناخذوا هذيك المنتوجات كيولي عامل الجماعه اللي تكلمنا عليه اللي في جروب كيولي هذاك الطفل تا هو خصو ياخذ هذاك المسحوق يعني مساحيق مع بروتينات مركزه وفيها بعض المسائل اللي كدوبي اللي يعني كيزيدوا فيها حتى الكافيين الجوارانا كيزيدوا فيها عليين الكارنيتين اشياء خطيره جدا اللي عليين اللي هي جزاه الله خيرا سي عبد الرزاق جزاه الله خيرا نبهنا لهذا هذا يعني اللي كنحذر الشباب من تناول هذا المنتوج هذا اذا دكتور شكرا